نصل فقرة كابلز مع دونيز أبي راشد معالجة نفسية، ورح نحكي عن مشكلة متشعبة ومشكلة موجودة كتير بين الأزواج، هي الثقة. ولكن الثقة يلي بتنكسر من بعد كذبة أو من بعد خيانة، كيف منقدر نحن نرجع نربيها؟ كيف منقدر نحن نرجع نبنيها؟ وهل منقدر نعمل هيدا الشيء؟ دونيز رح بتجاوبنا اليوم على كل أسئلتنا. صباح الخير لأليك. شاهدينا بانه بيقدروا يتواصلوا معنا على 0464، لا كمان اسئلتهم عن هالموضوع او لهيك تجربه يمكن صعبه مرقوا فيها. عم نتلقى اتصالاتكم مشاهدينا مباشره على الهواء. دنيز، الثقه اساسا قد ايه لازم تكون موجوده؟ واوقات قد ايه بتتزعزع؟ وهل ممكن نحن نرجع نبنيها؟ أكيد الثقة هي شيء كتير أساسي. اليوم الزواج أو كل علاقة ناجحة إجمالاً بتكون مبنية على أربع عناصر أساسية، يلي هن الحب والاحترام، نحن بنقول بيجوا مع بعضهم، التواصل، الثقة، والعلاقة الحميمة. فالثقة هي عمود أساسي بالعلاقة، وأكيد فقدانها بيؤدي حتماً لخلل بكيان العلاقة، لأنه اليوم الحياة بتصير مستحيلة بوجود الشك الدائم والقلق المتواصل. بس مهم نعرف إنه الثقة بالآخر قبل كل شيء بتبلش بالثقة بالذات. يعني قد ايه انا عندي ثقة بحالي، قديش الاخر رح يكون عنده ثقة فيي. مشان هيك الصدق والمواجهة هن من الاشياء الاساسية يلي بتخليني احب حالي، احترم حالي، ويكون عندي ثقة بحالي. وبالتالي بحس الاخر معي بالامان، فبقدر يوثق فيي. لذلك الصدق مع الذات والثقة بالذات هن عوامل اساسية لنجاح العلاقة. وهيدي القدرات اجمالا بتكون مرتبطة باحساس الامان يلي يعني الانسان بيكون عنده اياه او ما عنده اياه. يعني مثلا رجل امه تركته بالماضي، مش بسهوله رح يقدر يوثق بشريكته او بالمراه يلي بحبها، لانه هيدا الشيء بياثر على ثقته بحاله حسب التجارب يعني يلي مرقت سابقا. ولكن دونيز كمان في سؤال دائما بينطرح، قد ايه هالموضوع هيدا، يعني عم نحكي عن كذب، عن خيانه، عن هيك شخص بحس حاله انطعن يمكن ببعض الاحيان، قد ايه هو كمان مبني على القيم يلي نحن تربينا عليها، على الاخلاق يلي نحن تربينا عليها. يعني مش كل الناس عندهم سهوله بالكذب، ومش كل الناس بيتقبلوا الكذب، وفي ناس كذبه عندهم ولا اهون من هيك. صحيح يلي عم تقولي، مشان هيك هول العوامل كثير بتاثر على الثقه، يعني مثل الكذب، التبرير، ما اكون قد كلمتي، ما اوفي بوعودي للشريك الاخر، واكيد كمان على الخيانه يلي بتهز الثقه، يلي بيصير انه هيدي الاشياء بتاثر على عده عوامل ثانيه. يعني اليوم انا بهذه التصرفات رح افقد الحب والاحترام، هي اول شغله اساسيه بالعلاقه، رح التواصل ينتزع بيني وبين الشريك الاخر، اكيد الحياه الجنسيه. يعني بالنهايه العلاقه يلي ما فيها ثقه هي علاقه اذا بدك مريضه ما تعالجت، واذا ما تعالجت مش ممكن تقدر تامن سعاده للشريكين. لكن يعني اليوم اوقات في تبريرات للكذبه او حتى للخيانه او اي شيء بيصير، مش ضروري خيانه، يعني خيانه مع شخص اخر، ممكن تكون خيانه باي موضوع ثاني ايضا، يمكن بموضوع مالي، يمكن بموضوع عائلي، باي شيء ثاني. ببعض الاحيان الشخص اللي بيكذب او اللي بيخون او يلي ما بيوفي بوعده بيقول انا فضلت اعمل هيك لحتى ما يوقع مشكل ما. هل تبرير هيدا شو معناته؟ كيف بنفسره؟ وقد ايه هو حقيقي؟ هلا هيدا تبرير مثل ما قلت، يعني مرات كثير بنجرب نبرر افعالنا، بس هيدا الشيء ما بيمنع انه الاثر السلبي على العلاقه رح يكون موجود. هلا اكيد كذبه عن كذبه بتفرق، يعني اليوم الكذب هو اصلا جزء اساسي من تكوين الشخصيه، هو بيخلق معنا. يعني الولد هو وصغير بكذب من دون ما حدا يعلمه كيف يكذب تيحمي حاله او تيحصل على شيء معين، يعني هو نوع من الدفاع عن الذات. هلا اكيد في عده انواع من الكذب وفي عده اسباب للكذب، لذلك كذبه عن كذبه بتفرق. يعني اني كذب تأحمي الاخر، مثل مثلا اذا شريكي سالني شو بيك مزعوج وانا ما قلت له لانه ما بدي عطله هم مشكله معينه انا عم بعيشها، مش مثل ما كذب لاحتال او اتلاعب بالاخر. لذلك اجمالا انا هيك بحطهم باثنين كاتيجوري، انا بقول في نوعين من الكذب، في الكذب الصادق بين هلالين، ايه وانا عم بعني شو عم اقول كذب صادق، يعني انا صحيح عم كذب
بس انا صادق باحساسي ومحبتي للاخر، ما بدي On اجرح dit vrai mais on dit pas la vérité، يعني مثل ما بيقولوا بالفرنسي. كثير مزبوط، يعني انا صادقه باحساسي تجاه الاخر، بمحبتي للاخر، ما بدي اذي او اجرح الاخر. وفي الكذب الاناني يلي هو انا بدي اعطي صوره افضل عن ذاتي، عم كذب لانه خايفه من الرفض، خايفه من المشكل، خايفه من صورتي قدام الاخر، وهيدا اكيد بخبي ضعف بالثقه بالنفس، وهيدا بيأذي كثير وله اثر كثير سلبي، لانه رح يعيش الاخر شعور بعدم الامان، رح افقد الثقه، رح يصير في مثل حيط بيني وبين الشريك الاخر، مثل اذا بدك شيء مخبى ولا مره لازم نحكي فيه. واجمالا بس يبلش الكذب بالكوب، هيدي بتكون مثل دائره مسكره صعب نكسرها، لانه بنفكر انه كذبه صغيره وبتقطع، بس مع الوقت بنكتشف انه ضروري نزيد الكذبه كذبه ثانيه تنغطي الاولى ونخليها اكثر حقيقه، وهلم جر. صحيح. فتخيلي مع الوقت كيف بيصيروا مشاعرنا تجاه الشريك. نعم، بدنا نحكي عن ايه؟ هالموضوع، بدنا نحكي عن ردة فعل الشريك أو ردات فعل الشريك، لأنه مش كل شخص عنده ردة فعل مثل التاني. شو بيصير بنظرتنا بالآخر، بنظرتنا بنفسنا أيضا، شو يعني لما بتتزعزع الثقة، وكيف منقدر نحن نرجع نشتغل سوا انه نرجع نبنيها. اكيد بذكر مشاهدينا بانه فيهم يتواصلوا معنا ويشاركونا بهالفقره على 0464، عم نتلقى اتصالاتكم مباشره على الهواء. ردات فعل الاشخاص هل هي مختلفه، وكيف ممكن نرجع نبني هالثقه؟ هلا مثل ما كنت عم اقول، يعني تخبايه الاشياء عم بيوصلني لانه يصير في مثل حيط بيني وبين الاخر، فهيدا الشيء بأثر أكيد، لأنه بيخلق مثل حاجز عاطفي بيني وبين الآخر، يعني أنا مبعود قريبة منه، مبعود عم بحس فيه، لذلك في وصل لمطارح كتير خطرة، أكيد في وصل للخيانة وغيرها. يعني اليوم الأشياء بده يكون أثرها كتير كبير، مثلا إذا وصلنا للخيانة اليوم بالخيانة، أنا عم بوصل للآخر كأنه أنه عم بقله أنت ما بتكفيني، أو عم بقله أنه أنت عندك نواقص وعيوب، وهالشي خليني فتش على حدا تاني. فالألم الناتج عن الخيانة أو عن الكذب هو كتير كبير، لأنه مساحة الأمان يلي كانت تتأمنها العلاقة ما عادت موجودة. يعني نحن بنقول الخيانة بتخلق جرح نرجسي، يعني بتدق بنظرته للشخص، بكرامته، بقيمته، بنظرته لذاته، وهون بصير الشخص عم بعيش مشاعر متناقضة ما بين غضب من ناحية، وما بين ذنب وإحساس بالدونية وعدم الثقة بالنفس، خاصة بس تبلش بمرحلة المقارنة، ويصير الشخص عم بشك بحاله، بجاذبيته، وبيصير عم بحس بالهزيمة بهيدا الموضوع، خصوصا بس يبلش يقارن. لذلك في فجوة كتير كبيرة عم تخلقها الخيانة، أو وقتها شخص يكذب، أو وقتها شخص يطعن بالآخر، يعني بيصير في فجوة بالعلاقة. قد ما تكون الثقة بالنفس عالية، يعني هون مش ضروري يكون في مشكلة بثقة الشريك بنفسه، لما بدها تتم الخيانة تلقائيا هون في شيء بده يندقر بالإيجو. ايه اكيد، بس هون كيف بتعامل معه هو اللي بيأثر بعدين. كيف يعني لازم نتعامل معه؟ هلا ما هي يعني ممكن تكون، يعني في اشخاص بيقولوا هل ممكن نرجع نرمم الثقه؟ اكيد، لانه ممكن هالفجوه اكيد تكون توصل لطلاق، بس كمان ممكن تكون مرحله انتقاليه لترميم العلاقه على اسس متينه، واوقات فيها توصل لعلاقه زوجيه افضل واجمل من ما كانت عليه. وراح اقول ليش، لانه الثقه يلي بنعطيها بأول العلاقة من دون ما نكون بعد نحن مظبوط بنعرفه للشخص، هي الثقة العفوية يلي ما بنكون مفكرين فيها، بنعطيها بديهيا، بينما الثقة يلي بتصير بعد خيانة، أو بعد ما اكتشفنا كذبة معينة، أو بعد ما انطعنا، تقدر تكون ثقة حقيقية ناضجة ومتينة، لأنها جاية من قرار شخصي ورغبة لأعطاء فرصة ثانية لهيدا الشخص ولهيدي نعم. العلاقة، لأنه بحس إنه هن بيستاهلوا. نعم، لذلك بس كمان دونيز، يعني كمان في شغله، في فرق بين اول غلطه، وفي فرق بين تكرار كمان الغلطه او الكذبه او الخيانه او عدم الوفي بالوعد. يعني يمكن اول مره بترجع بتترمم العلاقه، ولكن لما بيصير في تكرار هنيك المشكل. ايه صحيح، اكيد، لانه هون ساعتها رجعت اعطيت الثقه مره ثانيه، ورجعت صدقت شريكي مره ثانيه، وقطعت كل البروسيس، لانه هو في مثل مراحل بنقطع فيها لحتى نوصل انه نقدر نسامح. يعني اليوم ما بدنا نتوقع من الشخص يلي انطعن او يلي تعرض للخيانه بانه هيك انه خلص يلا. نعم،
المشاكل اللي بيقطع فيها الشخص، مثل النكران، الغضب، الذنب، التقبل، ليرجع يوصل للمسامحة. لذلك ترميم العلاقة ما بينتهي بالمسامحة، وإنما ببلش بالمسامحة. فإذا الشغلة عم تتكرر، ما بعرف قد ايه بيصير يقدر الشخص فعلا يتخطيها، لأنه تنقدر فعلا نتخطى يعني عمليا في 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 نقاط معينة. إذا بدي أحكي عمليا كيف نستعيد الثقة، في خطوات معينة بده يعملها الشخص اللي تعرض للخيانة، في ثلاث خطوات، في ثلاث نقاط بده يعملها الشخص اللي خان، وفي ثلاث نقاط بدهم يعملوها، ثلاث خطوات بدهم يعملوها اثنيناتهم ككوب. نعم. ففي امور عمليه بدهم يشتغلوها على الارض ليقدروا فعلا يرجعوا يرمموا العلاقه بعد الخيانه او بعد الكذب، ويرجعوا يستعيدوا الثقه. نعم، شو هن هالنقاط دنيز؟ بنقدر ناخذ فكره هيك عنهم اليوم؟ اكيد اكيد. اليوم الشخص يلي اول شيء طعن او خان او كذب، اول شغله بده يعملها بده يقدر يكون صريح جدا مع شريكه، يعني يحكي كل التفاصيل يلي شريكه بحاجه انه يعرفها، حتى ولو كان في، حتى ولو تألم، بس الشريك بيرتاح بس يحس انه الاخر فعلا كان صريح وصادق معه. وهيدي يعني بتصير كثير عياديا، بيسالنا انه ضروري انا افوت بتفاصيل، في تفاصيل الشريك بحاجه انه يسمعها ليقدر يتخطى الموضوع. هيدي اول نقطه. ثاني نقطه، بده يعتذر حقيقه من شريكه، اعتذار عن المشاعر يلي سبب له اياها يلي حسسه فيها. يعني الاعتذار ما بيكفي نقول انه خلص طب ما قلنا سوري، كم مره بدنا نقول سوري؟ لا، بدنا نقول عدة مرات سوري، يعني لأنه الشريك بحاجة يحس أنه فعلا شريكه حس فيه، حس بمشاعره وندمان على المشاعر يلي سبب له إياها. وثالث نقطة، بده أكيد يقطع علاقته كليا مع الشخص الآخر إذا كان في خيانة، وأكيد يوقف الكذب ويتعهد أنه يقول الحقيقة. بس دنيز، يعني نحن بنقول انه دائما هالكلام الحلو لازم يتجسد بافعال كمان حلوه. اليوم هل الشريك اللي عن جد غلط مش لازم يعمل اي مجهود اكثر او افعال اكثر تبرهن انه هو لا صار مركز هون، صار بده يتغير هون، صار بده يزبط ويرمم هالعلاقه اكثر؟ اكيد. هلا هول الثلاث نقاط يلي انا ذكرتهم هن هولي الاساس، النقاط الاساسيه. ايه، هول الاساسيه يلي بده ينطلق منهم. بده يعتذر اعتذار مزبوط، يمكن يكتب له رساله لشريكه يخبره قد ايه هو تضايق، بده يقطع شريك، يقطع علاقته كليا مع الشخص الاخر، وبده يرد على الاسئله يلي شريكه عنده اياها. فهول اهم ثلاث نقاط بده يبلش فيهم. بس ما خلصنا هون، اكيد هلا في اشياء مطلوبه من الشريكين، مشان هيك قلت في ثلاث نقاط الشخص اللي قام بعمل الخيانة، ثلاث نقاط عند الشخص اللي تعرض للخيانة، في ثلاث أشياء مطلوبة من اثنين ككوبل، وهول أكيد بياخذوا وقت تحت اللي ينشغل. يلي تعرض للخيانة شو لازم يعمل؟ يلي تعرض للخيانة أول شيء بده يكتشف الشخص المجروح يلي جواته وما يهرب منه، لأنه الألم بخليه يفهم ذاته ويفهم حقيقة مشاعره وإحساسه. وأنا بقول أكثر من هيك، مش بس يكتشف الشخص المجروح، كمان بدنا نحب الشخص المجروح اللي جواتنا تنخلق نضعف قوة. وهي كتير صعب، بنسمع الأشخاص بيقولوا ما بيستاهل شريكي إني أبكي كرماله، أو أنا بدي أتأثر كرمال هيك شيء، أو خلص أنا بدي أتخطى. لا، أنا انطعنت، بدي أقبل هول المشاعر، بدي أفهمهم فيي، بدي أشوف شو حسسوني وشو عيشوني. هاي أول نقطة كتير مهمة، ما بتصير إجمالا بنهرب من مشاعرنا. أكيد. وتاني نقطة بدنا نستعد، وتاني نقطة بدنا نشتغل تأنه نستعيد الثقة بالنفس، نوقف نقارن مع الأشخاص الآخرين، نستعيد ثقتنا بحالنا. وتالت شيء نقدر نفهم الجزء المتعلق فينا نحن ونشتغل على إصلاح هذا الجزء، لأنه اليوم حيالنا مشكل بيصير بالكوبل، عمل الخيانة الآخر مسؤول عنه، بس هالخلل الموجود بالعلاقة الاثنين مسؤولين عنه. لذلك أنا بدي أشوف أنا بمحلات، هل أنا عم بوصل شريكي للكذب أو للخيانة؟ فبدي اشوف الجزء المتعلق فيه وكون جاهز اني اشتغل عليه. نعم. هول ثلاث نقاط من الشخص يلي تعرض للخيانة. بس ببعض الاحيان بتكون يمكن بطريقه الكذب مثل ما قلنا فيها نوع من، مش رح نقول مرضيه، ولكن خصله، ولكن طريقه حياه، ولكن طريقه تربيه، يعني مش دائما الشريك له كمان دخل بالموضوع. اكيد في اسباب الخيانه كثيره، يعني اليوم في امور نفسيه ممكن تكون جايه، في اسباب مرتبطه بالشخص شخصيه نفسيه، وفي اسباب بالخيانه مرتبطه بالعلاقه. هون بدنا نميز يعني بين اسباب نفسيه وبين اسباب مرتبطه بالعلاقه. اليوم في اسباب نفسيه اساسيه عند الشخص ممكن تخليه يتعرض للخيانه، يعني مثلا الاشخاص اللي عندهم
مثل نقص عاطفي كتير كبير، وهذا النقص العاطفي جاي من نقص وجودي وشعور بعدم الأمان وشعور بالوحدة. هول نعم الأشخاص بحاجة إنهم يكونوا دايما بعلاقة ليحسوا بوجودهم وأهميتهم، فهن بيفوتوا من علاقة لعلاقة، وهون أكيد ما خص الشريك الآخر، بس أنا عم بقول إنه في أسباب ممكن تكون مرتبطة بالعلاقة، يعني مثلا بس عيش ملل مع الشريك صحيح صحيح الآخر، بس يكون في اختلافات ومع الطايقة شريكة، بس ما يكون في حوار، بس الحياة الجنسية تكون منا منيحة، في عدة أسباب كمان فيها توصل قبل ما للخيانة. ننتقل على دور الزوجين مع بعضهم، او شو النقاط اللي لازم يشتغلوا عليها سوا ايضا، رح اخذ اتصال. الو الو، الو، بونجور صبايا، اهلا وسهلا كيف فيك. حالكم؟ كيفك انت؟ بدي اسالك سؤال. اذا جوز المرأة صريف كثير وببعضي، نعم، وكبت علي مصاري مثلا تعمل الاولاد شيء، في اسمها خيانه؟ لكن الهدف انه تكوني عم بتساعدي اولادك بالمصروف. اوكي، مش خيانه يعني. هل هيدا كذب يا دونيز؟ شكرا لاتصالك. هيدي كذبه، بس مثل ما كنا عم نقول هيدي اون دي فريمي اون دي با لا فيريتي، يعني عم نجرب ان هيك نخبي شوي. عم نجرب نساعد، عم نجرب نعمل شيء ايجابي، بس هون كمان مهم انه نفوت الشريك الاخر معنا. هون أهمية التواصل مع الشريك، يعني أقدر أقول له للشريك عن نواياي أو الشيء اللي أنا عم فكر فيه، ونقدر نتساعد سوا بهذا المشروع يلي الإيجابي يلي أنا عم جرب أعمله. نعم، دونيز إجينا اتصال تحت الهواء عم يسأل إنه إذا كان في لذة بالخيانة شو بنعمل؟ لذة بالخيانة، هون بدنا نتعالج، لأنه مثل ما كنت عم بقول هيدي فيها تكون مرتبطة بأمور نفسية عند الشخص، عند الفرد، يعني هون الخيانه مرتبطه بالشخص اكثر ما هي بالعلاقه، وهي بدها تاثر سلبا على العلاقه، يعني ما رح توصلني لمحل انه اقدر اكون مرتاح مع شريكي، اني ابني علاقه زوجيه ناجحه. فاكيد هون المفروض انه الشخص هو يشتغل على حاله اذا كان حابب يعمل علاقه مع شريكه ناجحه، اذا كان حابب يشتغل على علاقته مع شريكه. رح نوصل هيك لما نستطرد بهالموضوع، رح نوصل اكثر للعمل الثنائي سوا لحتى يقدروا يرجعوا يبنوا الثقة من أول وجديد. أول شغلة بدهم يعملوها اثنيناتهم، لأنه هيدي على طول بيقولوا لنا إياها، إنه شو أنا معي عصا سحرية لحتى أرجع أستعيد الثقة، أنا بقول لهم مش بعصا سحرية، بعصا التواصل. يعني إذا عرفنا تواصلنا مظبوط بين بعضنا، إيه فينا نتخطى، يعني بدنا نقعد ونحكي ونعمل جلسات، يعني الكوبل بحاجة بعد ما يكون تعرض للخيانة أو للطعن أو للكذب يقعدوا يحكوا سوا، يعملوا جلسات حوار مظبوطة ونتقن فيها أساليب الحوار، يعني نعرف كيف نتواصل. هيدي أول شغلة كتير أساسية. ثاني شغلة، بدنا نقدر بعد ما نتواصل مظبوط نحط قوانين جديدة للعلاقة، نتفق نحن كيف بدنا نبني علاقتنا سوا. وثالث شغلة، كل واحد بده يقدر يعبر عن مشاعره واحتياجاته للآخر. صحيح. لأنه أنا كتير مهم الآخر يعرف أنا لشو بحاجة بالعلاقة، شو عندي أشياء منا ظابطة بالعلاقة، لحتى أقدر فعلا أكون مبسوط بعلاقتي مع شريكي، وبالتالي ما أضطر أوصل ولا للكذب ولا للخيانة ولا أني يعني أضطر أخبي أشياء. كتير مهم يلي عم نقوله، يمكن كل نقطة بنقدر نعمل منها حلقة دونيز اليوم. الحاجات من الشريك كمان، مش كل شخص، يمكن في ناس ما نون عايزين أنه هالشريك يكون دعمهم ماديا، ولا عايزين يكون هالشريك دعمهم مهنيا، ولكن يمكن بحاجة لهالشريك لحتى يمضوا وقت حلو معه مش أكتر. يعني الحاجات بين الأزواج بتختلف كتير من شخص للتاني، وكتير مهم أنه نضوي عليهم، أو حتى يمكن نكتشف حالنا من خلال الحديث مع شريكنا. قد مهم الوقت، هيك قبل ما نختم، الوقت نكون موجودين مع بعض، مش بس الوقت النوعي نص ساعة بالنهار، يكون هيك في قرب أيضا. قد ايه البعد جفا دونيز؟ كتير مظبوط اللي عم تقوليه. أنا عم طول بقولها، إذا بدنا نبني علاقة مثل، يعني الزواج هو مثل مؤسسة، أنا اليوم بدي شغلي، إذا بدي ابني شغلي أو بدي نجح شغلي، بدي يكون عندي وقت عم بقضيه، بدي يكون موجود. صحيح 100%، بدي على القليل 8 ساعات بشغلي تينجح شغلي. فبالعلاقة نفس الشيء، إذا أنا ما بعطيها وقت، ما بعطيها اهتمام، ما بعطيها رعاية، ما بتنجح. قد ما بحب الشريك، قد ما في بيناتنا حب، وقد ما في بيناتنا تفاهم،
بس العلاقه ما بتنجح اذا ما بعطيها وقت، ومثل ما قلتي نوعيه وقت، وهيدا ما بده كثير، مرات نص ساعه بالنهار، بس نص ساعه بس نوعيه وقت بيني وبين الشريك بتكفي. بس هيدي النص ساعه اخذينها حجه دنيز بعض الازواج، يعني انه خلص نص ساعه نوعيه وكل نهار كل واحد عايش حياته كمان، يعني ما بعرف قد ايه ممكن تزبط. نحن بنتابع دائما بهالمواضيع معك، اكيد بنفوت اكثر بالتفاصيل، ودائما بنطلب من كل مشاهدينا يتواصلوا معنا ويطرحوا كل المواضيع اللي حابين انه نعالجها بخلال فقراتنا. شكرا لك دنيز ابي راشد معالجه نفسيه. رح ناخذ بريك ومنتابع مع ايت سمارت.